أبو علي، بالبداية حدثني عن بدايتك بهذا المجال، شلون قدرت تشترك بالمسابقة وجها بالحسين، شلون قدرت تحفظ القرآن الكريم وأيضا تفوز بمسابقات، حدثني عن هذا الموضوع. مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. احنا بفضل جهودكم هذه كل هذه النجاحات بفضل دعاء المؤمنين. انا مبدئيا اذكر شيء يعني مهم، انا كثير ثلاث اخوان ومن البلاده وبسبب الوراثه، كنت مواليد 2008 ومحافظه البصره، الاسم حسين مسلم الشافعي. دخولي لمجال الرد كان من عمر 7 سنوات، وبقيت يعني اسمع الكثير من الرواديد، لكن اهمهم الحاج مولى باسم الكربلائي. وبرنامج وجيه بالحسين كان من بعد ما انا خضت مشوار لمده حوالي 5 سنوات، دخلت لبرنامج وجيه بالحسين، وطبعا هم من خلال بعض اصرار بعض الاخوه الله يحفظهم ان شاء الله، واشكرهم جزيل الشكر. زين، فلما دخلت الحمد لله قرأت اللي كنت أقدر عليه، والحمد لله أخذت من الخمسة الأوائل على في، وكان الموسم الثاني من برنامج وجيه بالحسين، والحكام كانوا ملا عمار الكناني وملا محمد الكيراني.